السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتعلن شركة سيركو الشرق الأوسط عن تدريب منتهي بالتوظيف لحملة الثانوية بمسمى رجل إطفاء. فرص وظيفية متدرب إطفاء مواطنون سعوديون. نشوف تفاصيل الخبر الخاص بهذه الوظائف. أعلنت شركة سيركو الشرق الأوسط عبر موقعها الرسمي عن توفر عدة وظائف، منها تدريب منتهي بالتوظيف بمسمى رجل إطفاء للثانوية في جميع الفروع التابعة للشركة. من ضمن الشروط للتقديم على هذا التدريب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، خريج الثانوية العامة أو على وشك التخرج، اللياقة البدنية، إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصا برامج شركة مايكروسوفت أوفيس، القدرة على التواصل باللغة الإنجليزية. بعض مزايا هذا التدريب: الراتب والبدلات الشهرية التنافسية، تغطية طبية شاملة والتأمين على الحياة، الأجازات، بيئة عمل داعمة مع ثقافة السلامة أولا، برنامج تدريب وتطوير واسع النطاق للحرائق والإنقاذ، الوصول إلى برامج الرفاهية للصحة البدنية والعقلية، التعلم مع فريق متخصص من المهنيين الدوليين، فرص النمو الوظيفي والتنوع. أنت تقدر تطلع على المسؤوليات، القيام بعمليات إطفاء وإنقاذ الحرائق، حضور تنبيهات الطوارئ الخاصة. اقرأ هذه التعليمات ثم اضغط على يتقدم في الأعلى أو في الأسفل. هنا هتفتح لك الصفحة الخاصة بالتسجيل. إذا كان لديك حساب على موقع سيركو الشرق الأوسط تقوم بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة السر. نسيت كلمة السر، اضغط هنا. أنت أصلا ما عندكش حساب، يبقى تعمل حساب جديد، إنشاء حساب جديد من هنا. أنت تقدر تحول هذه الصفحة إلى اللغة العربية، كليك يمين ترجمة إلى اللغة العربية. هنا إنشاء حساب، هتضغط عليها هتفتح لك صفحة بإنشاء حساب جديد. هتقوم بكتابة عنوان البريد الإلكتروني ثم إعادة العنوان، بريد إلكتروني، كلمة السر، ودي مواصفات كلمة السر. إعادة إدخال كلمة السر: اسم الأول، اسم العائلة، الدولة، رمز الدولة، رقم التليفون، البلد. ثم إذا أردت تلقي إشعارات اضغط عليها، ثم الموافقة على الشروط والأحكام واضغط إنشاء حساب. بعد إنشاء حساب تبدأ في تسجيل الدخول وتقوم بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم تسجيل الدخول وتسجيل على هذا التدريب المنتهي بالتوظيف.